ما بعرف قديش لقيتوا هيدي التياب أنيقة، بس شو بدنا نعمل، هيدي شطحات الموضة بعض الأحيان وخيال المصمم طبعا لوين بياخده، مش شكل، مش شرط دايما إنه الملابس اللي بتنعرض على الستيج إنه هي ممكن تنلبس، بعض الأحيان بتلاقوهم بمجرد عم بيحاولوا يورجوكم بس خياله لوين بده يروح. على كل حال رجل أنيق بده بعرسه عروس كمان تكون كتير أنيقة، واختيار فستان الزفاف الأبيض اللي يعتبر هو فستان العمر بتكون فعلا تجربة كتير جميلة، هو خيار أيضا كتير صعب لكنه من أكثر المحطات اللي بتطلب من المرأة تركيز وتروي خلال تحضيرات الزفاف اللي هي يمكن بتخصصها للبحث عن فستانها الأبيض، وليكون خيارها أكيد صائب وقرارها نابع من إقناع تام. لما بتقصدي أي محل ببيع فساتين زفاف بيقولوا في هيك عدة أشياء لازم تعملها المرأة بهداك اليوم لما هي رايحة تختار فستان عرسها، تحط فقط بيقولوا كريم النهار لحماية وترطيب بشرتها، وتتجنب أنه تحط كريم أساس ملون أو أحمر شفاه أو ظلال خدين أو غيرها من مستحضرات التجميل، وممكن تترك أثر على الفستان وهي عم بتجربه وينتزع الفستان. أنه تأخذ معها دفتر صغير لتدون ملاحظاتها وتسجل أسماء المحلات اللي هي راحتها وبأي محل يمكن عجبت بأكثر فساتين اللي عم تنعرض، لتقدر مرة تانية تروح عليها لما تتخذ قرارها النهائي بعد طبعا ما تأخذ قرار أي فستان بدها تشتري. بيقولوا أنه كمان لازم تكون ملابسة كعب كتير عالي وهي عم تشتري، بس تكون أخذ الكعب العالي اللي بدها تلبسه لما بتقيس الفستان. بيقولوا دايما لازم تأخذ طبعا مع صديقة كتير هيك وفية بتحبها كتير لتساعدها وهي عم تختار فستان ليلة العمر تبعها، وأكيد يمكن كتير من الأمور والنصائح اللي ممكن تلاقوها بمركز لافايت ويساعدوكم فيها أكثر بمركز لافايت، لأنه هلأ صار فيه بمركز لافايت قسم خاص لفساتين الأعراس وممكن يساعدوكم فعلا لتطلعوا عروس وملكة بليلة عرسك. الآن يستطيع كل ثنائي سعيد مقبل على الزواج ودخول القفص الذهبي الحصول على عرس العمر الذي طالما حلموا به وانتظروه. فمع انطلاقة لافايت للأفراح في مول دبي اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون ما بين غاليري لافايت وشركة The White House Events، سيكون بين يدي كل عروس وعريس باقة متنوعة من أفضل وأرقى الخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم قبل وأثناء وما بعد حفل الزفاف. لافايت اوريدي معروفه كثير باللكشري براندز اللي عندهم اياها والنوليدج اللي عندهم اياها باللكشري براندز، فهن عندهم اوريدي من فساتين العرس الميك اب هير، هن عندهم يعني هن بيعطوا هاي السيرفيس كانوا قبل. نحن السيرفيس اللي عنا اياها كمان التصميم العرس، فلما عملنا شركه مع بعض فبتكمل بعض انه نعطي للزبون كل شيء انه اندر انه محل واحد. اختيار الخاتم المثالي والفستان المثالي وكعكة الزفاف المثالية مرورا بطباعة الدعوات وتصميم الديكورات وحجوزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمكياج والتجميل والإكسسوارات، وصولا إلى ترتيبات الاستقبال والجلوس وخدمات الضيافة والطعام ودخول وخروج العرسان ونصائح شهر العسل والكوشة والديكور وغيرها من التفاصيل التي يتم إيلاؤها أقصى درجات العناية لضمان أن يكون حفل الزفاف تجربة استثنائية لا تنسى. هذا أول محل بالإمارات اللي بيعطي كل السيرفيسز للعروس من وقت الخطبة لتنقل الخاتم، تنقل الفستان، تعمل ديزاين للفستان، لا انه نعملها ديزاين لعرسها هو الديدي اتسيلف،
We work on the designing الكوشة, التاولات, الزهور, بنعمل الثيم لكل ال wedding, so from A to Z. فالعروس لما انه بتجي لعنا ما لازم تروح عند different محلات كتير عشان تنقي شغلات لعرسها, بتجي لعنا بتلاقي كل شيء انه بمحل واحد هون. الزفاف هو فرصة لنسج عالم من الخيال حيث كل شيء جميل وحالم ومثالي, ومن خلال المرافق الفاخرة والمتكاملة التي توفرها غاليري لافاييت ستستطيع شركة The White House Events بأن تكفل للعرسان تحويل رؤيتهم الخاصة للعرس المثالي إلى حقيقة ملموسة وضمن الكلفة المعقولة وميزانيتهم المتاحة. خي يعني بعد هالتقرير الجميل الواحد فعلا ما بيتمنى الا دائما لكن من عم يدخل القفص الذهبي هالحياه كثير سعيده. يمكن من الامور اللي بتخلي فعلا المراه المقبله على الزواج كثير مرتبكه هي هاللحظات هيدي, اختيار التفاصيل الصغيره, بتضيع بين التفاصيل الصغيره. فقديش صار حلو هلا انه يكون في عندكم شركه واحده او مكان معين مثل لافايت الواحد بفوته بيختار من دبله الزواج الى فستان العرس وكل التفاصيل اللي بتكون موجوده بيناتهم واللي فعلا بتلبك المرأة. على كل حال مشاهدينا بهالتقرير نكون وصلنا هيك لنهاية حلقتنا مساء